لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك. شيبسي شطة وليمون ب5 جنيه، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في شيبسي بالشطة والليمون ب5 جنيه. المعلومات الغذائية في شيبسي بالشطة والليمون ب5 جنيه لل10 جرام: السعرات الحرارية 50 سعر حراري، بروتين 79% جرام، كربوهيدرات 5.2 جرام، دهون 2.9 جرام. المعلومات الغذائية في شيبسي بالشطة والليمون ب5 جنيه للكيس كله بوزن 58 جرام، زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 290 سعر حراري، بروتين 4.6 جرام، كربوهيدرات 30.1 جرام، دهون 16.8 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.